ما نكذبش عليك خويا، جواراتنا باهين وعنا فيهم الثقه نحن وتحفونين برشا ونحبوهم يعني، وان شاء الله نتعمل نيول باش نترشحوا للشامبيونز ليغ. نحن عندنا الايكيب تحفونا ونثقوا فيها برشا. شنو نقول لك اخر؟ ان شاء الله يكونوا على المستوى اللي نحبوه نحن، والمردود يعني تعطينا مردود باهي. لا يعني نشوف عادي اخي، نحن وقت اللي هزينا تيتر كلهم كانوا غايبين وجاءوا تشكيله جديده وظهروا وعملوا ويت جورني ما خسروا حتى ماتش، معناتها نجم يكون فيهم هذوما جديد ناقوش فيهم حاجه باهيه عليه في مصلحه ليتوال محال. نحن خير منهم، هذه الكيب هذه نحن خير منها، والصغار راهو خيم اللي عندهم خبره زعما الصغار راهو فرصته باش يترشقوا. وقتاش باش تتفرج عليه انت؟ وقتاش باش يظهروا؟ كان تو ما دوم غايبين هذم الكل اللي يحطوا فهمتوا ولا في الكاسكيت وما عبالهمش، ها بالك هذوما خلي يولي الناس كل تراهم وممكن يقدموا برشا القدام، خاطر اللي توار راهي ماهيش تاع العاده. صحيح هي البارتي قويه معناها ولازمنا نجيبوا نيل احنا من غادي ان شاء الله بقدره ربي باش يجيبوه. زيد ما تنساش عندنا برشا نقص جوارات، عندنا البلبولي عندنا حمزه الاحمر ناقصين وعندنا النقيز عندنا البريقي، اما نورمال بقدره ربي باش نربحوه باش نجيبوهم من فيرو باش نجيبوهم نيول، هذا اذا ما جبناش الربح. شوف ان شاء الله الاولاد معناها ليفكتيف الموجود يبدا حاضر معناها بدنيا قبل كل شيء، على خاطر البارتي باش تتلعب ما ساعتين معناها ظروف تساعد ليكيب الاخرى اكثر ما تساعد الجمعيه بتاعتنا. ان شاء الله الاولاد يكونوا حاضرين وان شاء الله على الاقل كما قلت انت معناها ان بوان ونترشحوا ويفرحونا وكهو. الجوارات معناها كما البلبولي كما حمزه الاحمر معناها جوارات مستنسين تنجم تقول انت بالامور هذه، خاطر مشاركين قبل مع المنتخب معناها باش يكون التاثير نتاعهم سلبي معناها على المقابله، خاطر ماذا بينا بزياد افكتيف بزياد افكتيف بي كيما هكا معناها كيما